يونات قولي لي، انت تتلاقاي مع صديقاتك يوم العيد؟ في يوم الاول نروح نزور الاقارب، لانه بابا يعطي اهميه كبيره لصله الرحم ويقول لنا ما تنساوش تزوروا الاعمام والاخوال والجد والجده ثاني. وانتم اصدقائي المشاهدين بلاكوا تنساوا تزوروا الاقارب بتاعكم في ايام العيد، وحاولوا تتسامحوا مع اصدقائكم اللي راكم زعفانين عليهم، لان العيد مناسبه للتزاور والتراحم والتسامح كما قال لنا ديننا الحنيف. عندك الحق مرمر، لازم علينا نفرحوا في العيد وما ننساوش نزوروا اهلنا. وبهذا نكون كملنا برنامج مبروك عيدكم، نتمنى لكم عيد سعيد اصدقائي، وبلاكوا تكثروا من تناول الحلويات. الى اللقاء.